Sometimes we have to ask ourselves, what's using my life? One of the things that we know about life is that it is always changing. Sometimes you're up, sometimes you're down. Sometimes things go real well, and sometimes they don't. Sometimes you're happy, and sometimes you're sad. Now that's that thing called life. And when we begin to understand and know that, accepting that reality, that we will never ever have things just on an even keel all the time, that you're gonna have some ups and you're gonna have some downs, but during those down moments, that's where the growth takes place. السلام عليكم، كي داير؟ لاباس عليكم؟ مجبنا لكم فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نديرو واحد الريفيو، واحد الارتيكل ديال واحد الكرتونه باقي مازال ما حليتها، ولكن بالله شاد داك. اصلا انا درتها لكم في المينياتير، نحل الكرتونه قدامكم باش ما تشوفوا شنو فيها. يا لذكاء الخارق. اوكي، غادي نحل الكرتونه وغادي نجبد لكم الارتيكل باش تشوفوه. اوكي، ودي قبل بعد ما حلينا الكرتونه، ف هذا هو الارتيكل اللي لقينا في هذا الكرتون. هادي اشنو هذا الارتيكل؟ هذا هذه هي الاله ديال اللي كتكشف الكونوس. شي دابا نتوما بالنسبه ليا كانت انا غنكشف عليكم. هي كتخدم بسته الحجرات، درت ثلاثه الحجرات ما بغاش تخدم، وملي جيت قلبتها لقيت راه خاصها ثلاثه الحجرات اخرين، يعني سته الحجرات. اوكي، ها هي شعلتها، كتشوفوا هنايا واش كيبان لكم، شي حاجه ولا والو؟ هيا سير. اوكي، هنا هادوك اللعيبات هي باش كديتيكتي، هي يا اما السيلفر يا اما الجولد يا اما المعادن. المهم بالنسبه لهاد هادي اللي كديتيكتي المعادن، فالثمن ديالها كيتراوح ما بين 1000 درهم، يعني 100 دولار، 110 دولار تقريبا، بحال هكداك. الا بغيتوها غتلقاوها لتحت في الديسكريبسيون. الا بغيتو وحده بحالها، الا بغيتو تشريوها راه كاينه لتحت في الديسكريبسيون. اوكي، دابا غنديروا واحد البتي تيست. هنا عندنا المعادن، يعني فلوس، غنشدوهم وغادي نحطوهم هنا وغادي نشوفوا واش غادي ديتيكتيهم ولا لا. اوكي، غادي نشعلوها بعدا هو الاولاني. اوكي، سامر. كيف كتلاحظوا هادو هما المعادن، انا غادي نقرب ليهم. اوكي، شيا بدات كتسني، غنبعد عليهم ما كتسنيش، غنرجع ليهم. غنبعد عليهم. اوكي، كان هذا هو التيست اللي درت لكم. دابا غادي نخرج، غادي نمشي لشي بلاصه بعيده وما عرفتش فين نمشي، واش نمشي للبحر ولا غابه ولا هذا. خليكم معايا باش تعرفوا فين غادي نمشي، ونقلبوا على شي ديتيكتيف شي حاجه في الـ على برا، نشوفوا نقدروا نلقاو شي كنز ولا شي حاجه. خليكم معايا باش تشوفوا شنو كاين. ما عرفتش واش هاد النظاره هادو جاوني مزيان اللي نقدر نخرج بهم، واش فهمتي نقدر نطيح بهم الكنوز. تفوش انت، تبقى ديما بحالك كدير. كنت غادي خارج بوحدي وما يبانوا لي الدار خارجين، قلت علاش لا نستغل الفرصه ونمشي خرج معاهم. حل لي الكوفر، راه حلول. صافي، اوكي. انا جبت معايا دي زاكسيسوار اللي غادي ينفعوني في اوكي، نقدر مثلا نمشي لديك البلاصه ما نلقى فيها والو. فانا جبت معايا شي لعيبات، ما انا شيه جبت معايا معادن، هنا مكانه، فرشيط، قصد فرال، فهمتي المعادن اللي يقدر يشدو. نتوما معايا نقدر يخبيهم ليا فشي بلاصه باش نعرف انايا. انا نمشي نقلب عليهم راسي، وطبيعة الحال من بعد كاينه الجوبرو اللي عندي انا، جوبرو هيرو كات، هي اللي غنديرها فوق راسي باش غادي تشوفوا من واحد الزاويه اخرى كيفاش كنقلب على دوك المعادن.
اوكي هادشي اللي كاين نتلاقاو من بعد فاش غنمشيو لديك البلاصه. السلام عليكم. المهم حنا وصلنا لواحد البلاصه سميتها الشلالات. عرفتي وانا غادي بنادم تيشوف كهز هاد اللعيبه هادي غتجبد ما عرفت شناهو، غنجبد البترول من الارض كيبقى واحدينك. كي نحطوا هاد اللعيبه هنايا بما جبدنا لي زاكسيسوار ديالنا ونخدموا غير هنايا. قلبوا غير هنا نقدروا نلقاو شي حاجه هنايا. المهم باش نخدم خصني جبت معايا الجو برو كيف قلت لكم، جبت معايا ستابيليزاتور ديال التليفون باش نعطيها لشي واحد نصاوبها ليه هنا باش يصورني باش ما يبقاش يتزعزع. دابا غادي نديرو الجو برو اوكي نهبطوها مزيان باش تشوفوا من زاويه اخرى داكشي اللي كنصور فيه هذيك اللعبه. اوكي غادي نعطيوها هاد مقص الطفران هذا، هي غتمشي تخبي شي بلاصه. انا غادي ندور نشوف هكا غتمشي تخبي شي بلاصه وانا غادي نمشي نقلب عليه بكاشي فهاد الكنوز نقلبوا على مقص الطفران. سير من بعد كاينين بزاف د الحوايج نقلبوا عليهم. هاك ثانك يو. يلا سيري خبيه في شي بلاصه ليه. هذا هو مقص الطفران، ما عرفتش ما نخبي صراحه. اوكي غندي له هنا مزيان. يلا معايا دونك نحطو هنايا نحفر ليه شويه باش نعذبوه. هنا فين غنحطو؟ اوف كورس اوكي بيتي اوي واخا نشعلو هاد اللعيبه هادي. دابا انتي قولي ليا تقريبا باش نشعلو هادي باش نشوفوها من زاويه اخرى. اوكي انت عطيني غير الاتجاهات. واش حطيتي هاد الجهه هادي ولا هاد الجهه ولا هاد الجهه ولا هاد الجهه باش نعرف؟ حطيتها في ديك الجهه. واش نمشي دابا انا واقف هنا ياك؟ انا واقف هنا. واش اللور ديالي ولا اليسار ديالي ولا اليمين ولا القدام؟ اللور ديالك. اللور ديالي اوكي انا دابا وينا؟ ملي نقرب قولي لي كريانتي، ملي نكون بعيد قولي لي فلايو. صافي صافي فلايو صافي صافي دابا تنقلب انا. داكوغ نو فلايو بزاف. لقيت واحد الحاجه انا فري انت هبطي لي اجي قربي لي. ماشي ديك اللعيبه اللي خدمت. شنو لقيت هنا؟ غلاقه شا غلاقه بوشونه ديال شي قرعه. وي باقي بعيد. باقي بعيد. باش كتقرب نو علاش كتسلي؟ علاش سلك شي دابا كل حاجه فيها المعادن ولا شي حاجه كتسلي ليها. دابا وصلت لهذا السلك هذا بقات كتسلي بزاف. اوكي شنو نديرو بالسلك هذا؟ المكتشف قربتي وي تخيل معايا نلقاو شي لعيبه اخرى. شو دابا غادي كنقلب حتى كنلقى شي حوايج اخرين ماشي شي حاجه كاينه هنا. وي تماك زيد حفر هيا لقيتها. هذا هو اللي كنتي خبيتي بقص الدفران. اييه راه شنو دابا تنقلب وكنلقى شي حوايج اخرين عاوتاني. كنسني نسيت ما جبتش معايا ديك اللي كتحفر هي باش كتعاونك شويه باش الا كانت شي حاجه تحت التراب كتجبد.
اوكي دابا جات لوقيته ديال البابا غادي نحط ليها هاد 5 دراهم غادي نخبيها فشي بلاصه هنا وخصو هو يلقاها. اوكي اوكي هاهي 5 دراهم غادي نحاول نحطها فهاد فهاد الحفره هادي هنا غادي ندركها بهادي الحركه واش يقدر يشيبها ولا لا. انا غنقلب عليها ملي غادي تقرب ليها غادي نقول لك كريانتي ملي تكون بعاتي بزاف غنقول لك فلايو خص ترجع. دابا انا غنعطيك اتجاه مهم اتجاه ديال ديال البلاصه فين خبيتها هو اليسر ديالك لب سير ديت منين نفوتها ولا شي حاجه قول لي هذيك لا لا كريانتي راه قربتي ليها اوكي خصك تهبط اللعيبه مزيان في الارض باش تشد ليك كاين شي حاجه هنا وراه الا كان شي حاجه راه تسمعها شي حاجه قريبه هنا ما عرفتش شي على اليمين المهم ترى قربتي انا كريانتي كريانتي هنا شي بلاصه هنا ملي ملي تبقى تسمعها كتزوي بزاف طون 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 عرف راه كاينه شي حاجه تما هنا متاكد كتغوت بزاف هنايا اي الصلاحه لقيتيها دابا غنجربوها على الوراق على الفلوس وراق نشوفوا هانيت واش كديتيكتي حتى الوراق ولكن هاد الوراق محال واش غديتيكتيها الو الفلوس وراقي ما كيديتيكتاش كيف كتلاحظوا هذا خاتم خاتم ديال الذهب شوف غادي نجربوا على هذا الخاتم هذا ديال الذهب ونشوفوا نيت واش كي زرو ولا لا جربوا هنا حطوا هذا الخاتم ديال الذهب سير بعد ليه نشوف هنا ما كاين والو رجع ليه الو كديتيكتي حتى الذهب اصبحوا اغنياء مادام عندنا هاد لاباري هادي غادي نوليو اغنياء وغادي نلقاو الكنوز سو بهذا كنكونوا سالينا هاد الفيديو هذا تلاقاو في فيديو جديده الا بغيتو ندير لكم الجزء الثاني دابا مشينا للغابه قلبنا في الغابه بغيتو ندير لكم الجزء الثاني نديرو نقلبوا في البحر قولوا لي في لي كومونتير الا لقيت التفاعل ديالكم بزاف في لي كومونتير كتقولوا لي سير البحر قلب على الكنوز في البحر غادي نمشي نقلب وندير لكم الجزء الثاني بهذا كنكونوا سالينا ما تنساوش ديروا لايك بطبيعه الحال لايك 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 الى عجبكم الفيديو اوكي بهذا كنكونوا سالينا الفيديو شنو نقول لكم واتساب ايفري بادي تشاو تشاو